تحصل وهي غير إرادية ومش موجودة طول الوقت. تخيل بقى أن الفنان الكبير إسماعيل ياسين كوميديان السينما المصرية الحاسة السادسة أنقذته من الموت، وقال أنه لو ما كانش اتحرك وميشي من المكان اللي كان فيه كان زمانه مات مقتول بسبب خناقة. حكى إسماعيل ياسين عن موقفه مع الحاسة السادسة في مقال لمجلة الكواكب، وأنه راح الحفل ولقى جو الحفلة كله مشحون بالعداوة، والحفلة كانت في الصعيد اللي معروف طبعاً إن هما بيستغلوا أجواء الحفلات علشان تكون الناس مش واخدة بالها وتاخد الطار، وإنه فجأة حس إحساس غريب وإنه هيحصل حادثة تقلب الحفلة لحزن كبير، وقرر وقتها إنه هيروح لصاحب الحفلة ويعتذر له ويرجع له العربون اللي واخده، وقال له إن والده تعب فجأة ومضطر يسافر ويرجع السويس. بس للأسف أصر صاحب الحفلة يعمل شوية مونولوجات من حاجته قبل ما يمشي، وقرر إسماعيل ياسين إنه يعمل بكلام صاحب الحفلة بس خلصهم بسرعة وتحرك. وفي الحقيقة صحي تاني يوم لقى الجرايد ملهاش كلام غير على المجزرة اللي حصلت بالفعل في الفرح بين العيلتين، لأن كان بينهم طار قديم. إسماعيل ياسين اللي مفيش اتنين بيختلفوا عليه، طبعا كلنا بنحبه صغير قبل كبير إذا كان من جيل الأفلام الأبيض واسود ولا الألوان، بالرغم من إنه مش وسيم وشكله زي أي حد عادي، بس قدر يحبب الجمهور فيه مع إنهم كانوا بيتريقوا على بقه الكبير وشكله. وكمان عمل لنفسه مكانة كبيرة لدرجة إنه بقى في الصفوف الأولى، وخلى كل المنتجين يمضوا معاه أفلام كتير، وبقى البطل الوحيد اللي كل أفلامه باسمه، ووصل فعلا للقمة الحقيقية وقدر يمثل 16 فيلم في سنة واحدة، وده ما حدش عارف يعمله من فنانين كتير. ومش بس كده، ده من مؤسسين تاريخ الكوميديا المصرية، وكون فرقة كبيرة باسمه، وكان معاه شريك مشواره المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري، وشاركوا في الفرقة اللي فضلت شغالة لمدة 12 سنة، وقدم أكتر من 50 مسرحية بشكل يومي، وكلهم كانوا من تأليف شريكه. قال له يا غلاب العمدي يا غلاب العمدي، قال له فيه إيه يا ولي؟ قال له الحياة يا غلاب العمدة، المية دخلت البيت.